تنضم إلينا من لبنان الدكتورة إيمان سليمان، أخصائية علم النفس التربوي. أهلا بيكي. وإذا كيف يمكن للعنف أن تكون له آثار جسمانية ونفسية على المراهق؟ مرحبا، كيفك؟ شكرا لاستضافتي. العنف بيأثر كثير على المراهقين، وبتعرفي العنف في جسدي وكلامي بيأثر عليهم، لأنه هو بالضبط نوع التنمر، كمان هو عنف. يعني التنمر بيأثر عليهم على شخصيتهم، على ثقتهم بنفسهم، على علاقاتهم مع غيرهم. حتى بس يتعرضوا للعنف، هن من جوا بصيروا بحسوا بانزواء، بحسوا بأنه هن مهمولين، وبتصير علاقتهم كمان بالبيت، بصيروا بيعملوا ردات فعل كتير عكسية بقلب البيت، وبأثر على مهاراتهم الاجتماعية كمان والأكاديمية طبعا. بحسب إحصائيات كثيرة أيضا، قد يؤدي العنف أحيانا لحالات وفاة بين المراهقين. يعني هذه خطورة كبيرة جدا جدا. متى يقول الأهالي يجب اللجوء لطبيب نفسي قد يساعد في حل مشكلة العنف لدى المراهق؟ صراحة هو كل شيء مبكر كل ما أحسن. يعني أنا كأهل لما نلاحظ أنه ابني من هو على صغر، قبل ما يصير مراهق حتى، بيفقد أعصابه بسرعة، بيعمل كتير مشاكل، وبيفوت بنزاع جسدية وكلامية كتير، عنده الجرأة يعمل تصرفات خطيرة، علاماته بالمدرسة بتتدنى، بيفكر بأشياء كلها خاصة بنزاع جسدي، تعرض للتنمر، بيأذي مثلا الحيوانات والأشياء اللي حواليه، بيكسر الأغراض، بنلاحظ إنه ما عنده تعاطف لغيره.